أنجي بوشلات أيضا خاضت تجربة التمثيل المسرحي مع مجموعة. أنا أستطيع أن أقول أنا ممثل، أنا مغني وملحن، ولكنني عشت تجربة وما كنتش ممثل فيها، كنت طبيعي جدا لأنه عرض علي أكثر من مرة للمشاركة في أفلام، ولكن لا أريد أن أكون متطفلا على أي تجربة، وأريد أي تجربة أنا أضيف لها وهي تضيف لي. ولهذا السبب قبلت أني مشارك في، كنت البطولة في الفيلم صندوق عجب. عجبتك المشاركة؟ عجبتك التجربة؟ لأني ما كنت طبيعي جدا، لأني شفت روحي في السيناريو، فما كنتش متكلف ومكلف، فيعني كنت طبيعي جدا لأن القصة عجبتني وعشتها. ما أنت ممكن تعيدها مرة أخرى تجربة التمثيل. دائما أقول أنا دائما يدي مفتوحة لأي تجربة شرط أن أكون متطفلا عليها. نعم رامي، في وقت برشا فنانين دخلوا هالتجربة، تجربة التمثيل، فنانين شباب عندهم يعني جمال، عندهم قدرات، عندهم فاتوا هالتجربة. رامي عياش الكل مستني منتظر امتى رامي حيمثل، ورامي مدة طويلة ما مثلش، وفجأة نسمعوا مشروع ضخم يمكن سينمائي، شو تخبرنا عن المشروع؟ كان فيلم انتاج مصري وتمثيل مصري، حبيت انه يكون في مشاركة، ولأول مرة عمل مصري لبناني 50-50% لحتى يكون في اشتراك، لحتى السينما اللبنانية كمان تتقدم، وانا حابب اني شارك كمان ضمن بلدي، يعني اني اقدم شيء مشروع، ونجحت الحمد لله اني قدرت اختار اسامي المخرجين واختار اسامي الابطال معي واختار نوعية القصة اللي بدها تكون، فنجحت الحمد لله. قريبا رح نبتدي تنفيذ هالفيلم. في بعض الصحف قرينا انه رامي حابب بهالتجربة يغير ممكن نمط السينما العربية. يمكن كمطرب. لأنه ما رح تغني؟ يعني لأني ما رح أغني. لأني ما رح أغني بالسينما، رح أكون ممثل بالدرجة الأولى يعني. ما رح تعزف؟ ولا رح اعزف، لا، ممكن اعمل اغنية الفيلم. وفي صديقة عزيزة مطربة كبيرة جدا حابة تقدم هذه الاغنية، بشكرها كمان، كله بتعرفوا بوقته، بس اجمالا ما رح اكون استعراضي. اوكي، بس هلا رح تعزف. ايوه. والان ديو سبيسيال لوتشي بوشناق وبدون